استاذ احمد، صباح الفل واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا كريم، وصباح الفل يا اواندو، وصباح الفل الكابتن ايهاب. انا ممكن صباح اخد الخير. من كلام الكابتن ايهاب اتفضل. واقول ان ايران فرصها اكتر من امريكا يا كابتن. طيب ماشي. طب اشمعنى من وجهة نظرك؟ طب كابتن ايهاب قال وجهة نظره، انت رايك ايه؟ لانه ايران عندها فرصتين، التعادل والفوز انها توصل. امريكا لازم تكسب لانها عندها نقطتين بس، التعادل مع ويلز وانجلترا، فايران اعصابها اهدى، فرصها اكتر، الضغوط كلها على امريكا اللي هتنزل مطالبه ان هي تكسب. ايران عملت زي ما بيقولوا ريمونتادا عظيمه وقدرت تحقق الفوز على ويلز في الوقت الضايع. امريكا ما قدرتش تحقق اي فوز لحد دلوقتي، تعادلت مع ويلز وتعادلت مع انجلترا. منتخب امريكا منتخب قوي، ولكن احنا بنتكلم على الحظوظ الاوفر، هي حظوظ المنتخب الايراني مش المنتخب الامريكي. طيب تعالى. لا لا لا، نقطة فعلا صح. انا عايز اروح معاك للاحتفالات بقى اللي كانت مالية العالم العربي، وطبعا بصفة خاصة المغرب. يا ترى اجواء مشجعي منتخب المغرب عندكم لسه بيحتفلوا لغاية اللحظة دي؟ هم غالبا ما ناموش، يعني ما ناموش. هم خرجوا من الملعب، المباراة كان استاد السمامة، خرجوا من الملعب على الاماكن اللي هي السياحية هنا في السوق، واقف والفان زون وفي قطارة، كانوا تقريبا امبارح هم اللي في كل حتة في الدوحة، ويستحقوا ده لأن هم حققوا فوز كبير على المنتخب البلجيكي، ثالث العالم، ثالث البطولة السابقة، كسبوا 2-0 وضيعوا فرص كتير قوي واتلغى لهم هدف. أنا شايف إن هو هدف صحيح. أعتقد إنه المنتخب المغربي محتاج نقطة واحدة بس من مباراة كندا اللي خرج من البطولة، فخلاص منتخب المغربي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور ال 16، اداء رائع من المباراه الاولى، وظهر ان المنتخب المغربي منتخب رائع، كان امام كرواتيا وادى اداء رائع، وكان بامكانه انه يفوز ويبقى حقق 6 نقط، ولكن حققوا تعادل مع الوصيف، يعني المغرب اتعادلت مع وصيف البطوله السابقه. أيوة. وفازت على الثالث. صحيح. يعني حاجة، لا إنجاز كبير طبعا. على فكرة الفرحة دي ما جاتش لأن الفوز كده كان جه بشكل عشوائي، لا، في أداء وفي ثقل كده ملحوظ المنتخب المغربي. وكنت لسه بتكلم من شوية أنا وهاند بيقول إن اللي إحنا شفناه رفع سقف توقعاتنا. على فكرة برضو عايزين نطلع ولو للحظات خارج إطار الملاعب والمباريات، بحكم تواجدك في الدوحة قول لي الدنيا عاملة إزاي، الشوارع عاملة إزاي، الجماهير المنتخبات المختلفة مع بعض أخبارهم إيه؟ هم الحقيقه حاله من التسامح والود بين الجمهور. طبعا هي حالات المشاكسه الوحيده بتبقى بين جماهير امريكا اللاتينيه، يعني اللي جايين من فوق، من امريكا الوسطى وامريكا اللاتينيه، مكسيك بقى، كوستاريكا، الاكوادور، البرازيل، الارجنتين، اوروجواي، كل دول هم اللي عاملين زي ما بيقولوا كده، عاملين مش شغب، عاملين مشاكسات طول الوقت مع بعض. انما الحاله رائعه، والحقيقه كريم انا عايز اشيد بالتنظيم، لان ما حدش كان متوقع هذه السهوله في التنقل بين الملاعب. فكره ان انت تشوف ماتشين في يوم واحد في كاس العالم دي فكره رائعه، يعني انا كل يوم بتفرج على ماتشين في كاس عالم. انا كنت حضرت كاس عالم في روسيا، كنت بسافر طيران بين المدينه والمدينه 3 ساعات، او بركب قطر 24 ساعه عشان احضر ماتش في مدينه ثانيه. ايوه. انت هنا بتحضر ماتش الساعه 1 وتقدر تحضر ماتش ثاني الساعه 4 او الساعه 7 او الساعه 10، وده امر ممتع جدا لمن يحب كره القدم. اكيد يحب الكوره، متعه المشاهده المباريات في الملعب سهله جدا، مفيش زحمه، البلد سلسه جدا، سهوله التنقل بين الملاعب عن طريق المترو، المواصلات مجانيه لكل الناس. فالحقيقه لا، لازم نحيي دوله قطر على التنظيم. صحيح. لازم نشيد بمجهوداتهم في التنظيم، لازم نقول ان احنا كعرب نفخر بتنظيم كاس العالم. كل الناس كانت مراهنه على ان التنظيم هيفشل، حقيقه تنظيم ولا اروع، ومستوى كره قدم ولا اروع، لان البطوله في نص الموسم. فالحقيقه كل اللعيبه جايه في التوب فورم، احنا بنشوف مباريات اجوال كتير قوي ومباريات حلوه كلها نديه. كوستاريكا اللي خسرت من اسبانيا 7-0، كسبت اليابان، اللي كسبت المانيا، ما فيش حاجه مضمونه، يعني ما بقاش في حاجه مضمونه. كوستاريكا بقى عندها امال ان هي توصل رغم ان هي خسرت المباراه الاولى 7. اسبانيا اللي كسبت المباراه الاولى 7 ممكن تطلع. فالحقيقه الموضوع بقى
هو ان اكسبكتد طبعا يا عويس. طبعا مجور عليك يا عويس، اكيد بصبح عليك. وعايزه بس اروح لنقطه انت ذكرتها، هو فعلا هي تنظيم ولا اروع وبطوله ولا اروع، على عكس ما البعض كان بيحاول ان هو يشكك. لكن في حاجه كمان لفتت نظري، الجماهير بصراحه ولا اروع. يعني لو انت قارنت الجماهير حاليا من كل انحاء العالم، انا بتكلم بمونديالات قبل كده كان بيحصل لاوقات، ويمكن حصل امبارح بس في بلجيكا، لما خسر او بيخسر منتخب ما بتطلع الجماهير تثور، بيبقى في اعمال شغب. احنا لحد هذه اللحظه ما شفناش ده فعلا في قطر الحمد لله. ده بيدل على قد ايه في تنظيم وفي امن موجود في الشوارع، على عكس ما بيتم حتى في دول اخرى. يعني شفنا اعمال الشغب امبارح في بلجيكا حاجه كانت عليها علامات استفهام بصراحه، بس فعلا ما شفناش ده في قطر. ما فيش مشجعي منتخب ما لما بيخسر بيطلعوا يقدروا ان هم يعملوا اي حاجه، بالعكس كان في بعض الهزار، الحاجات اللي زي دايما يقول لك ايه وير از ميسي وير از ليفاندوفسكي، حاجات زي كده كانوا بيهزروا الجماهير مع بعض. فدي نقطه بجد لازم برضو نشير اليها. طبعا طبعا يا نهوان، دي كلامك صح 100%. وبعدين كان اللطيف هنا ان انت بتشوفيش امن في الشوارع، يعني انت ماشيه في الشارع مش شايفه حد، انت بتشوفي الامن عند الملاعب وبيتعامل بمنتهى البساطه مع الناس، اللي معاه تذكره بيدخل، اللي معهوش لو حد راح معهوش بيمشوه وبس. الموضوع بسيط. لا يعني انا اتمنى ان انتوا لو اتيحت لكم الفرصه حد يجي هيجي تبص الحقيقه. كاس عالم مع ولا اروع، احنا خلاص النهارده اخر يوم في الجوله الثانيه، المجموعتين السبعه والثامنه، ماما افريكا ليها ماتشين، الكاميرون وصربيا يعني في خلال ساعه او اكثر بحاجه بسيطه، غانا وكوريا الجنوبيه، البرازيل وسويسرا، واخر مباريات الجوله الثانيه بالليل البرتغال واوروجواي. كل يعني حتى الان لم يضمن الصعود سوى المنتخب الفرنسي، ولم يضمن الخروج سوى منتخبات قطر وكندا. يعني احنا كاس العالم اللي قبل كده جولتين دول كان تقريبا بنعرف 10 من ال 16 صحيح، واخر صحيح. جوله هو اللي بيتحدد دلوقتي. احنا جولتين قربوا يخلصوا ولسه وفريقين بس اللي طلعوا، وفي 30 فريق لسه عندهم امل ان هم يوصلوا. الحقيقه يا نهوان ويا كريم، الموضوع ماشي كويس، ونتمنى ان العرب، احنا عندنا دلوقتي المغرب اقتربت من التاهل، السعوديه عندها فرصه لو كسبت المكسيك، تونس وقطر اعتقد تونس فرصها ضعيفه، قطر ودعت. نتمنى ان يبقى العرب 50-50، نتمنى ان الافارقه يبينوا كرامه النهارده. السنغال كسبت قطر النهارده، عندنا فريقين فاضيين غير تونس والمغرب، ونتمنى بقى انه المستوى يزداد جمال وحلاوه زي ما بيقولوا، عشان متعه المشاهده تزيد بدورها ان شاء الله. يا عويس بنتمنى يعني الخير للمنتخبات العربيه اكيد والتالق، واحنا كده كده متابعين مع زميلنا العزيز احمد عويس من الدوحه مباشره طبعا على قناه الاهلي كل ما يدور هناك لحظه بلحظه. شكرا ليك جدا.